السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هيكون موجود معانا فرصة ممتازة جدا، بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عن الفرصة دي حابب أوضح إن إحنا عرضنا منح وفرص كتيرة جدا سابقة، ودي القناة بتاعتنا هتلاقوا عليها جميع الفرص والمنح. هتلاقوا منح موجودة في اليابان، في كوريا الجنوبية، تايوان، فرنسا، أمريكا، ودول كتيرة جدا مختلفة. وكنا اتكلمنا عن ازاي ممكن تقدر تلاقي فرصة عمل مناسبة ليك، وايه المواقع اللي انت ممكن تقدر تستخدمها في البحث عن فرص العمل. وكنا اتكلمنا برضو عن سلسلة فرص التطوع والسفر الى الخارج بالمجان، وكنا عرضنا فرصة التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا، وهي كانت فرصة تطوع في فيتنام شاملة معظم التكاليف، وتم الاعلان عن الفائزين بهذه الفرصة. وان شاء الله باذن الله يكون موجود معانا فرص كتيرة جدا قادمة التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا. وعشان توصلك اي حاجه جديده من القناه بتاعتنا يا ريت تعمل سبسكرايب للقناه وتضغط على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص توصلك بسهوله. واحب انوه برضو ان جميع رابط جروباتنا على الواتساب وجروبنا على الفيسبوك ورابط التقديم الخاصه بالفرصه اللي هنتكلم عليها النهارده هتلاقوهم في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب بالنسبه للفرصه بتاعت النهارده، هي فرصه ممتازه جدا، فرصه في دوله من الدول الاوروبيه، يعني ناس كتيره جدا بتحلم بالدوله دي، فان شاء الله باذن الله الفرصه دي تساعدك في الوصول لحلمك. طيب خلينا نتكلم بقى دلوقتي عن الفرصة بالتفصيل. بيقول لي هي فرصة تدريب صيفي في ألمانيا، تمام؟ فرصة تدريب صيفي مش منحة. الدولة المتاح فيها الفرصة دي هي دولة ألمانيا. اسم البرنامج اللي بيقدم الفرصة دي أو المؤسسة اسمها ديزي سمر ستودنت بروجرام، تمام؟ ده اسم البرنامج أو اسم التدريب الصيفي. مكان البرنامج ده أنت ليك الحق في اختيار مدينتين للتدريب في هذه الفرصة، ممكن في مدينة هامبورغ أو مدينة زيون في برلين، تمام؟ ليك الحق تختار أي مدينة زي ما هنشوف في الأبليكيشن فيما بعد. مدة البرنامج ده، البرنامج ده متاح من أو أنت تقدر يعني تسافر للتدريب في ألمانيا من 21 يوليو حتى 10 سبتمبر، تمام؟ دي مدة البرنامج، يعني كمان بالنسبة للناس اللي هتكون بتدرس فهتكون في حاجة كويسة ليهم لأنها هتكون في الأجازة. الدول المتاح ليها التقديم هي جميع دول العالم، تمام؟ جميع دول العالم ما عدا دولة ألمانيا. إذا كان معاك الجنسية الألمانية ما تقدرش تقدم لهذه الفرصة، ولكن أي دولة تانية من قارة آسيا، أفريقيا، أوروبا تقدر تقدم عادي للفرصة دي. طيب بالنسبة للتمويل بقى بتاع المنحة دي، هو تمويل ممتاز جدا صراحة، بتتكفل بكل حاجة يعني ممولة بالكامل، كل التكاليف عليهم. هيتم دفع تذاكر طيران ذهاب وإياب من بلدك، تذاكر الطيران هتكون عليهم، مثلا من مصر إلى ألمانيا، من الجزائر إلى ألمانيا، من دولتك هيتم دفع جميع تذاكر الطيران، وبرضه لما تخلص البرنامج هيتم دفع التكاليف دي. كمان تكاليف التنقلات داخل ألمانيا، مثلا التنقلات ما بين مكان إقامتك وما بين مكان التدريب، كمان هيغطي التنقلات دي، والتنقلات في المدينة لأي تنقل هيتم تغطيته، تمام؟ توفير مرتب شهري كبير، في مرتب شهري هتاخده منهم عشان يغطي ليك تكاليف الإقامة في الفندق والطعام وأي مصاريف أخرى شخصية، تمام؟ يبقى فيها مرتب، فيها تذاكر طيران بالمجان، فيها تنقلات بالمجان. طيب إيه شروط بقى البرنامج ده؟ عشان أقدم للبرنامج ده ركز بقى معايا كويس أوي. أول حاجة زي ما كنا قلنا، يجب أن يكونوا متقدمين من غير الجنسية الألمانية، يعني لازم ما يكونش معاك الجنسية الألمانية. بيقول لك متاحة للطلاب الجامعيين اللي هم طلبة درجة البكالوريوس والخريجين أصحاب درجة الماجستير مؤهلين للتقديم، ولكن في شرط لازم تركز فيه، لا يتم قبول المتقدمين الذين حصلوا بالفعل على درجة الماجستير أو سيحصلون على درجة الماجستير في عام 2020. يعني إيه؟ نلخص كده بسرعة، يعني الناس اللي بتدرس حاليا في جامعة لدرجة اللي بتدرس درجة البكالوريوس تقدر تقدم، الناس اللي بتدرس حاليا درجة الماستر السنة الأولى تقدر تقدم، ولكن الناس اللي بتدرس حاليا الماستر في السنة الثانية أو الناس اللي خلصت درجة الماستر ما تقدرش تقدم. وكمان في نقطة، الناس اللي خلصت درجة البكالوريوس برضو تقدر تقدم، ما فيش مشكلة، ولكن في حاجة أو شرطين ما ينفعش إنك تقدم، إذا كنت في السنة الثانية من درجة الماجستير أو إذا كنت خلصت درجة الماجستير. دي الشروط اللي لازم تلتزم بيها. طيب الاوراق المطلوبه عشان تقدم للفرصه دي، اوراق بسيطه وسهله جدا. مطلوب منك كشف درجات او شهاده التخرج بتاعتك، تمام؟ اللي هي الاخر كشف درجات لاخر سنه او شهاده التخرج اذا كنت خلصت درجه البكالوريوس. مطلوب منك السيره الذاتيه اللي هو السي في، مطلوب صوره من جواز السفر، تمام؟ تكون معاك. مطلوب 2 خطابات توصيه، ولو انتم مش عارفين يعني ايه خطابات توصية ومش عارفين ازاي ممكن يتعمل وكل التفاصيل بتاعته،
هيظهر لكم فيديو، هيظهر لكم رابط الفيديو الخاص بازاي ممكن تعمل خطاب توصيه، هيظهر لكم في اعلى الشاشه. تمام. طيب مجالات التدريب بقى، بيقول لي هي مجالات خاصه بالكمبيوتر والفيزياء والهندسه وبعض وبعض مجالات الطب ومجالات اخرى، يعني من الاخر مرتبطه بشكل كبير بالمجالات العلميه. طبعا في ناس سالتني كتير على المجالات الادبيه زي الاقتصاد والحقوق والاداره وكل الكلام ده تدريب فيه. ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه هحاول اوفر تدريب بشكل اكبر للمجالات الادبيه. طيب اخر ميعاد للتقديم هو 31 يناير 2020، يعني نقول مثلا زي قدامك شهر و10 ايام عشان تقدم للفرصه دي، بس من يستحسن تقدم ليها خلال الفتره دي عشان تكون فرصتك في القبول افضل واسرع. طيب انا هنا بقى حاطط لكم اللينكين، ده لينك التقديم الابليكيشن اللي انت هتقدم من خلاله، وده الاعلان الرسمي الخاص بالمنحه او الفرصه. تعالى كده نشوف الاعلان الرسمي شكله ازاي عشان نعرف بالدليل على كل الكلام اللي انا قلته. هيظهر هنا الموقع الرسمي الخاص بالمؤسسه اللي هي ديزيس سمر ستودنتس بروجرام. تمام. هنا بيشرح لك كل التفاصيل، بيقول لك لو انت عايز تعرف يعني التفاصيل عن البرنامج اللي هو مثلا بيبدا من 21 يوليو ل 10 سبتمبر، بيقول لك لو عندك استفسار ممكن ترسلهم على الايميل ده وتسالهم عن اي سؤال عندك. بيشرح لك هنا المدينه، مدينه هامبورغ ومدينه زيون، يعني تقدر يعني تتعرف على تفاصيل عنهم اكتر. تمام. يبقى ده الموقع الرسمي، ممكن تخش عليه وتشوف الحاجات المتاحه والتفاصيل كامله. طيب نرجع تاني بقى، ازاي نقدم دلوقتي للفرصة دي؟ ركز بقى معايا، هتيجي على اللينك ده اللي هو قبلينا او قدم الان، وتيجي تضغط عليه هيفتح معاك بالشكل ده. تمام. ابلكيشن بسيط جدا جدا جدا، مش هتتعب انك تملى الابلكيشن ده، وحاجة سهلة وبسيطة. اول حاجة بيقول لك لازم تكون موافق، هنا ده الابلكيشن بشكل كامل، ابلكيشن بسيط. بيقول لك اول حاجة لازم تكون موافق على شروط البرنامج ده، فتضغط على كلمة يس دي، وبعد كده بتملى البيرسونال انفورميشن اللي هي معلوماتك الشخصية، اسمك، الاسم الأخير، الجندر بتاعك، الجنسية، تاريخ الميلاد، كل الكلام ده. وهنا بتكتب كيفية التواصل معاك، بتكتب الإيميل الرسمي ليك، تكتب الدولة اللي أنت عايش فيها حاليا، المدينة وهكذا. هنا بقى ركز معايا، بتكتب درجة التعليم بتاعتك، أو أنت بتدرس حاليا في جامعة إيه، أو خلصت درجة البكالوريوس من جامعة إيه، أو بتدرس حاليا درجة الماستر في جامعة إيه وهكذا. تمام. وتكتب المدينة بتاعة الجامعة والدولة بتاعة الجامعة دي. ركز بقى في السؤال ده كمان، بيقول لك لو انت حاليا في درجة الماستر، انت متوقع انك تخلص درجة الماستر في سنة كام، او في الشهر وسنة كام. تمام. فانت مثلا تكتب بالمثال ده كده، لو هتخلص مثلا في 2020 يبقى تقول مثلا انا هخلص درجة الماستر بتاعتي في مثلا 10 2020، او اخلصها في 10 2021. ده بالنسبة لدرجة الماستر فقط. إذا كنت أنت طالب بكالوريوس أو مخلص بكالوريوس، سيب الخانة دي فاضية، ما تحطش فيها أي حاجة. بيقول لك تكتب التخصص اللي أنت درسته في الجامعة أو بتدرسه حاليا. بيقول لك متوقع يعني عدد السنين اللي أنت خلصتها، تمام، في البرنامج بتاعك، سواء درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير. بيقول لك قدرتك في اللغة الإنجليزية، بتختار هل أنت بتتحدثها كلغة أولى ولا مستوى متقدم ولا معرفة بيها. تمام. فبتختار مثلا أنك مستوى متقدم في اللغة الإنجليزية. بيقول لك أنت عايز تختار أي مدينة، أي مدينة حابب اللي أنت تنضم ليها، فبتختار المدينة زي ما كنا وضحنا. هنا ركز في الجزء ده، بيقول لك الموتيفيشن اللي هو خطاب النية أو خطاب الدافع ده، يعني السؤال ده بيقول لك ليه أنت عايز تنضم للبرنامج، تكتب خطاب النية. طبعا احنا كنا وضحنا قبل كده برضو فيديو عن خطاب النية وخطاب التوصية مع بعض، وازاي ممكن تقدر تعمل خطاب النية. فبالتالي انت مش هتعمله في شكل خطاب هنا، انت هتكتبه في شكل مقال في الجزء ده بحد اقصى 1000 كلمة، وتوضح فيه ليه انت عايز تنضم للبرنامج، ليه اخترت التخصص يعني اللي انت عايز تقدم ليه في البرنامج ده وهكذا، يعني حاجة بسيطة. هنا بقى بيقول لك اختار التخصص اللي انت عايز تدرسه او تتدرب فيه في البرنامج ده. دي كل التخصصات الموجوده، ما بين تخصصات علميه، هندسيه، طبيه وهكذا، يعني تقدر تختار التخصص المناسب ليك. بيقول لك ليك بحد اقصى 3 اختيارات، ولكن لازم كشرط اساسي تختار اختيار اول. نيجي بقى هنا للجزء الاهم، وهو خطابات التوصيه. وبيقول لك خطابات التوصيه اقصى ميعاد ليها عشان تسلمها هي 10 فبراير 2020. طب ايه خطابات التوصية؟ يعني ازاي؟ هنا خطابات التوصية مش مجرد خطاب
ورقي او مستند ورقي انت هتعمله ابلود او هتحمله على الموقع، لا هيكون هنا في شكل اونلاين. يعني ايه؟ يعني انت بتكتب بيانات الشخص اللي هيعمل لك التوصيه، شخصين بتكتب بياناتهم، اسمه والمؤسسه اللي هو شغال فيها والايميل بتاعه، وبعد لما بتحط البيانات دي هم بيبعتوا لهم رساله تلقائيا على الايميل بتاعهم اللي انت حطيته هنا، والرساله دي بيكون فيها زي ريكويست كده وابلكيشن، هم بيبداوا يملوا البيانات المطلوبه فيه، وبعد كده بيبعتوه تاني مره اخرى للمؤسسه المانحه. تمام، يبقى ده الابلكيشن. طبعا لما تخلص تملى البيانات دي كلها هتيجي تضغط على فاليديشن تشيك، خلاص اللي انت تفحص بقى البيانات بتاعتك، ويدخلك على الصفحه اللي بعدها، والصفحه اللي بعدها هتلاقيها بالشكل ده. الصفحه اللي بعدها هنا بقى اللي انت بتحمل فيها الاوراق بتاعتك، اللي هي ايه الاوراق اللي احنا كنا قلنا عليها، زي جواز السفر، مطلوب منك تحط جواز السفر، السي في بتاعك، وكشف الدرجات او شهاده التخرج. وكل واحده بتختارها، مثلا تختار مثلا صوره جواز السفر وتعمل لها، تضغط على كلمه ابلود هنا عشان يحط الملف. بعد لما بتحط البيانات دي كلها بتضغط على زر كونفيرميشن، وبكده لما بتضغط عليه بيقول لك انت كده اكدت المعلومات بتاعتك وانت سجلت في المنحه بنجاح. يبقى الموضوع بسيط جدا، ابلكيشن انت متخيل السهوله بتاعت الابلكيشن؟ بسيط بسيط جدا، يعني مش هياخد منك وقت. انت لو يعني مليت النهارده الابلكيشن ممكن نص ساعه بالكتير وتكون قدمت وخلصت كل حاجه. تمام، ما تستناش لحد اخر ميعاد للتقديم، الفرصه ممتازه جدا، شامله كل حاجه، تذاكر طيران، تنقلات داخل المانيا، مرتب شهري كبير جدا للاقامه في الفندق، وتكاليف الطعام واي مصاريف اخرى شخصيه. وان شاء الله احب انوه تاني، الناس اللي بتبحث عن تدريب في التخصصات الادبيه زي الاداره والاقتصاد والحاجات دي، ان شاء الله الفتره الجايه هنحاول بنسبه كبيره كمان نوفر لهم تدريب. اتمنى يا رب تكون الفرصه دي عجبتكم، وان شاء الله باذن الله موفقين ومقبولين فيها، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.